يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء فالهاي تطغى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، واليوم بإذن الله تعالى نقف مع الجزء 14 من كتاب الله. والجزء 14 ضمن سورتين كريمتين هما سورة الحجر وسورة النحل. فسورة الحجر سميت بهذا الاسم لورود مفردة الحجر فيها، ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. وكذلك سورة النحل سميت بذلك لأن الله عز وجل قال فيها وأوحى ربك إلى النحل، وليس في القرآن ذكر للنحل إلا في هذه السورة، فكلا السورتين سميت بمفردة وردت فيها. كذلك سنقف هنا بطريقة غير مألوفة مع هاتين السورتين مع هذا الجزء عن طريق الفوائد العامة التي يمكن استنباطها من هاتين السورتين اللتين تمثلان الجزء 14 من كتاب الله. ذكر الله عز وجل في فواتح سورة الحجر خلق آدم وخلق الجان، وقال في خلق الجان والجان خلقناه من قبل من نار السموم. العلماء يكادون يكونون متفقين على أن خلق الملائكة قبل خلق الجان وخلق الجان قبل خلق آدم، هذا ترتيبهم في الخلق. وأما في ماهية الخلق فإن السنة حكمت، الملائكة مخلوقون من نور والجان مخلوقون من نار وآدم خلق من طين. والله عز وجل قال هنا والجان خلقناه من قبل من نار السموم، من قبل منقطع عن الإضافة، والمعنى والجان خلقناه من قبل خلق آدم من نار السموم. ما نار السموم؟ يقال إنها النار الحارة، وبعضهم يقول إن النار الحارة في النهار يقال لها نار، الريح الحارة في النهار يقال لها السموم، وفي الليل يقال لها الحرور، وربما أطلق الحرور حتى على الريح الحارة في النهار. يتحرر من هذا الاختلاف بين العلماء في قضية الجن والشياطين. فلما قال رب العزة في هذه السورة المباركة في هذا الجزء 14 والجان خلقناه من قبل من نار السموم، ما المراد بالجان؟ نتفق على أن المراد جنس الجان، لكن آدم أبو البشر. فلما قال الله ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون عرفنا أن المراد آدم، فما نحن إلا ذريته، لكن الله خلق أبانا آدم من طين. لكن قول الله والجان خلقناه من قبل من نار السموم إلى من ينصرف؟ بعض العلماء قال ينصرف إلى إبليس، لكن هذا يعارضه أن الله لما ذكر إبليس قال إلا إبليس كان من الجن، هذا يشعر أن هؤلاء الأمة موجودون قبل إبليس. وبعضهم قال إن الجان هو أبو الجن بمثابة آدم للبشر، وبعضهم يقول يفرق ما بين الجان والشياطين، فيقول إن الجان يموتون يحيون يتناسلون يتناكحون، منهم مؤمن منهم كافر، والشياطين يرى البعض أنهم لا يموتون إلا إذا مات إبليس، أي أن عملهم متعلق بإبليس، وهذا ربما يستشهد له بشيء من الصحة. لكنهم أي العلماء متفقون على أن الشياطين هو ذلك المتمرد العاتي الكافر، وأن الجان قد يكون منهم مؤمن وقد يكون منهم كافر، وبهذا جاء القرآن كما جاء ظاهرا بينا في سورة الجن. ربنا يقول هنا والجان خلقناه من قبل من نار السموم. هذه الوقفة الأولى مع الجزء 14. الوقفة الثانية، الله عز وجل قال ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ضيف إبراهيم يكون هناك إجماع من المفسرين على أنهم كانوا ملائكة، وهذا لا خلاف، لكن في تعيينهم، فالمشهور أنهم كانوا جبريل وميكال وإسرافيل عليهم السلام، وأن أصل قدومهم جاءوا لإنزال العذاب بقوم لوط، لكنهم مروا على خليل الله إبراهيم حتى يبشروه، وبشروه بإسحاق كما ذكر القرآن ذلك. فهذا ما يتعلق بضيف إبراهيم، وقد كان إبراهيم عليه السلام مضيافا.
ذكر الله عز وجل بعد ذلك نزول هؤلاء الأضياف من الملائكة على نبي الله لوط، وأنه جرت عادة الناس قديما وحديثا أن الإنسان يحب أن لا يفضح في ضيفه، وهذا ما خاطب به نبي الله لوط، خاطب به قومه: ولا تخزون، أي في ضيفي، كما جاء في آية بينة. بعد أن ذكر الله عز وجل عذابهم في الخبر المعروف قال: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. قال العلماء: المتوسمون هم المتفرسون، بمعنى أن الإنسان يعطى علامات يعرف بها السمة الدالة على صاحبها، وهذا ربما يكون أحيانا فتح من الله لبعض عباده، لكن الإنسان لابد أن يستدل بما قد فات على ما هو آت، كما أن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وبعض العباد يفتح الله عز وجل عليه كثيرا في مثل هذا الشأن، فيكون لديه قدرة في أن يتفرس فيما يقع. وقد كان يقال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن ابن عباس كأنه كان ينظر إلى الغيب من ستر الرقيق، سيأتي هذا الكلام عن ابن عباس كأنه ينظر الغيب من ستر الرقيق مفصلا إن شاء الله تعالى في اللقاء الذي يتحدث عن سورة الإسراء عن الجزء 15. وكذلك يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله قدرته على الفراسة وقدرته على تميز ذلك، فقد كان متوسما كثيرا، وقد كان يقول: والله إنني لا أعرف الرجل إذا أعطاني قفاه، يعني مضى، فقيل له: ومن وجهه؟ قال: سبحان الله، وهل يوجد أحد لا يعرف الناس من وجوههم؟ وهو يتكلم عن حال نفسه. والمقصود إن الله يقول: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. ثم جاءت الآيات بعد ذلك تبين عظمة القرآن: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وأمر الله نبيه أن لا يمد عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا، ولهذا قال العلماء إن من أعظم النعم أن يؤتى العبد القرآن يتعلمه ويعلمه، فهذا من أعظم الشأن وأجل المكان، ويدل عليه حديث أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا ما يتعلق من حيث الإجمال بسورة الحجر. نأتي إلى سورة النحل. سورة النحل جاءت فاتحتها قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. أتى فعل ماضي، لكن قول الله عز وجل فلا تستعجلوه قرينة ظاهرة عن أنه لم يأتي، فالمراد بأمر الله هنا القيامة، وهذا شبه إجماع من العلماء. خالف بعضهم مثل الضحاك رحمه الله، كان يقول: أتى أمر الله أي فرائضه وحدوده، وقد رد العلماء على الإمام الضحاك هذا القول، وممن رد عليه الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره، وقد ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وأغلظ عليه، ليس أغلظ عليه بأنه اختار عبارات نابية، لكن السياق أن هذا القول لا يمكن قبوله ولا الرضا به، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يستعجلوا الفرائض والحدود، فسورة النحل على الأقل فواتحها مكية، إنما الخلاف في قول الله عز وجل فيها: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. والمراد فإن من طرائق القرآن تنزيل الشيء المتحقق الوقوع منزلة الشيء الذي قد وقع، فأمر الله عز وجل أي القيامة لم يقع بعد، لم يقع بعد، ومع ذلك لأنه متحقق الوقوع فإنه نزل في هذه الآية منزلة الشيء الذي وقع: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. فالقيامة حق قبيلها ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض. لذلك في سورة الحجر التي مضت إبليس لما حكم الله عليه بالإبعاد والطرد قال: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أي إلى يوم الحشر. فأجابه رب العزة قال: فإنك من المنظرين، لكن إلى متى؟ إلى يوم الوقت المعلوم. قال بعض أهل العلم: أراد الله أن يذيقه، أي إبليس، ألم الموت قبل أن يذيقه عذاب الخلد في جهنم، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هنا قال رب العزة: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقد جاء في القرآن ما يدل على هذا من وجوه عدة: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقتربت الساعة وانشق القمر. وكذلك جاء ذكر الفعل الماضي حتى فيما لم يقع لأنه متحقق الوقوع، قال ربنا ونفخ في الصور، مع أنك تعلم أنه لم ينفخ في الصور بعد. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم أخبر جل وعلا عن رحمته بعباده فقال: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. ينزل الملائكة هذا عام، غالبا أريد به الخاص،
فإن قلنا إنه عام أريد به الخاص فينصرف إلى جبريل، وهذا أسلوب تعرفه العرب في كلامها وجاء به القرآن، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فالناس في الأول ذلك الراكب الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما كان من أمر أبي سفيان. إن الناس قد جمعوا لكم ليس المقصود جميع الناس، وإنما المقصود قريش ومن مالأها وحلفاءها ومن كان معها. ففي القرآن ما يدل على أن هناك عاما يراد به الخاص. من العام الذي يراد به الخاص تقريبا هذه الآية، ينزل الملائكة بالروح، فإن غالب ما يدل عليه الشرع أن الذي ينزل بالروح أي بالوحي على الأنبياء والمرسلين إنما هو جبريل. ينزل الملائكة بالروح، سمى الله وحيه روحا لأن فيه حياة أرواح الناس، كما أن الناس تحيا بالماء أبدانهم فكذلك تحيا بالوحي أرواحهم. قال الله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي على الرسل والأنبياء الذين اصطفاهم الله واختارهم. فالله عز وجل شاء لهؤلاء الأجلاء أن يكونوا رسلا، أن يكونوا أنبياء. ينزل الملائكة بالروح على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثم ذكر الله عز وجل بعض خلقه وقال في الأنعام ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وأنت تعلم أن الأنعام إنما تسرح أولا ثم تعود، لكن الله قدم هنا الإياب على الذهاب فقال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. قال صناع البلاغة وأمراؤها لأن المقصود مرأها في العيون، ولا ريب أن مرأى الأنعام في العيون بعد أن رعت وشبعت وعادت أعظم من رؤيتها وهي عجاف تذهب إلى المرعى، وإن كان في كل الإنسان يشعر بتملكه لها. ولهذا قال الله ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. كذلك في هذه السورة الكريمة قول الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فجعل الله عز وجل بيوتها على أضرب ثلاث، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، فجعل أولا الجبال ثم الشجر ثم ما يصنعه الناس من بيوت لها. وأمر الله وسخر الله عز وجل لها وذلل أن تأكل من كل الثمرات. وربنا عز وجل لما ذكر هذا في كتابه العظيم إنما ذكره من باب النعم والمنة على عباده، قال فيه شفاء للناس حتى يعلم الناس فضل ربهم وإحسانه جل وعلا إليهم فيزدادوا شكرا. مما ذكره الله عز وجل في هذه السورة المباركة سورة النحل قوله جل وعلا وإن عوقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وبعض أهل الصناعة التفسيرية يقولون إن هذا نزل بعدما كان من المشركين يوم أحد، فإن يوم أحد لما كان ما كان من أمر خالد رضي الله عنه وأرضاه قبل أن يسلم بعد أن نزل الرماة من الجبل وقع في المسلمين ما وقع من القتل، فبعض أهل الإشراك مثل بقتل المسلمين حتى بقرت بطن حمزة رضي الله عنه وأرضاه. فأبو سفيان لما أراد أن يقول ذلك قال يا محمد سترى كذا وكذا، أي من التمثيل بالقتل، قال ما أمرت به وما ساءني، وهي كلمة تنطوي على أن القائل قائد بحق، فهو لم يرد أن يفرح المسلمين بأنه غير راض عن ذلك الصنيع. والأمر الآخر لم يرد أن يبين أن نفسه العزيزة أو كونه زعيما قائدا يأمر بمثل هذا، لم أمر به ولم يسؤني، وهي كلمة نقلت على أبي سفيان ويستخدمها كثير من الساسة اليوم، لأن السياسة عموما في أقوالها تقوم على أن الإنسان لا يقول أمرا يمكن أن يلزم به كما صنع أبو سفيان من قبل، وكما قالت بلقيس بين يدي سليمان قالت كأنه هو، فإن هذا القول وهذا الجواب غير لازم، لا تستطيع أن تلزم قائله بشيء، وكذلك فعل أبو سفيان. والمقصود لما نزلت هذه وغاض ذلك أهل الإسلام قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن القصاص في القتلى يجب أن يكون كذلك، ولهذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد يهودي جارية بين حجرين وحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل إنما رده بين حجرين امتثالا للآية وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. وسمى الله عز وجل الأمر الثاني عقوبة، لأن القرآن نزل بلغة العرب، وفي لغة العرب
جاء ما يعرف عند البلاغيين بالمشاكلة، وهو تسمية الشيء باسم ما يقابله وإن كان قطعا ليس منه. فإن الأمر الآخر، الأمر الثاني، عندما تأخذ حقك هذا ليس بعقوبة، هذا قصاص، ومع ذلك سماه الله عز وجل عقوبة، لأن العرب تعرف هذا في كلامها وتسميه نوعا من المشاكلة عند أمراء البيان منهم. فقال رب العزة: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. فهل لو ظفر الإنسان بأحد ما كان قد أساء إليه، إلى أي حد يكون الأمر في القصاص؟ إلى أي حد يكون الأمر في العقوبة؟ يجب أن يفرق ما بين السباب وما بين الجراح والأموال، لابد أن يفرق ما بين السباب وما بين الجراح والأموال. أما الجراح فالله عز وجل يقول: والجروح قصاص، والجروح قصاص. فلو جاء رجل كما قال ربنا في صدر الآية: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآيات، فنزع عين أحد فمن حقه أن يطالب بنزع عين الذي نزعه. وكذلك في الجروح التي يمكن أن يجري فيها القصاص كما قال ربنا: والجروح قصاص. كذلك في الأموال، لو جاء إنسان وأخذ منك مالا غصبا 100,000، من حقك أن تأخذ منه 100,000 أن ترد عليك. نحن نقول هذا في ماذا؟ في الجروح والأموال. لكن في السباب لا. كيف في السباب لا؟ لو جاء إنسان واتهمك بشيء من الفواحش، فليس من حقك أن تتهمه أنت بشيء من الفواحش، فلا تقول هذا قصاص، وقد كذب عليك، لكن هنا لا يجوز أن تكذب عليه. ولو جاء ولعن، لا قدر الله، جاء رجل فلعن والدي أحد من الناس، هذا الذي لعن والده لا يجوز له أن يلعن والدي ذلك الذي سبه. فلا بد من التفريق عند بيان مثل هذه الآيات: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. والقرآن فيه حسن وفيه أحسن. الله عز وجل قال في خبر موسى: قل لقومك يأخذوا بأحسنها. والله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ربنا تبارك وتعالى يقول: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالمؤمن الذي يريد عالي الدرجات ورفيع المقامات يختار ما هو أكمل، يختار ما هو أحسن. ومن هنا يفقه جيدا قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقد يقول بعض العلماء إن هند بنت عتبة قبل أن تسلم حاولت أن تلوك في فمها شيئا من كبد حمزة، وكانت تبغضه، وهي التي إحدى من أشار على وحشي أن يقتل حمزة، لكنها لم تستطع فلمضتها، رمتها. فقالوا إن قطعة من حمزة هي قطعة في الجنة، إن حمزة في الجنة بلا ريب، سيد الشهداء حمزة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما حزن على استشهاد أحد من أصحابه كما حزن على استشهاد حمزة. فلو قدر أنها أكلتها لحرمت على النار، لأن يعني سيكون فيها في جسدها شيء محرم على النار، وهو جسد حمزة بن عبد المطلب. قالوا: من هذا الباب لم تستطع أن تستسيغ أن تأكل شيئا من جسد حمزة. وهذا تأويل يعني قد لا يرتضيه الكثيرون أو قد لا يقبله أحد، هذا شأن آخر، لكنه يعني يذكر على هامش التفسير، على هامش الكلام عن معركة أحد وما وقع فيها. وقد وقع في معركة أحد الكثير من الأمور الدالة على مثل هذا من صنيع الكفار لأهل الإسلام. المراد من هذا كله تفصيل القول في قوله جل شأنه في سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ختمت بقول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية تأييد ونصرة وتوفيق، وإلا فالله جل وعلا له معية مع خلقه، معية علم واطلاع على ما هو كائن منه، وهو جل وعلا مستوى على عرشه بائن عن خلقه، قال عن ذاته العلية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيها المباركون، تحرر من هذا كله أن الجزء 14 يحتوي سورتين كريمتين، هما سورة الحجر وسورة النحل. حاولنا قدر الإمكان أن نقف بعض الوقفات مع هاتين السورتين الكريمتين، ونصبح بذلك قد وقفنا وقفة مباركة مع الجزء 14 من كتاب الله الكريم. نقول كما جرت العادة: هذا ما تهيأ إراده، وأعان الله على قوله، صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.